الصندوق هذا طبعا يساهم يعني في تنويع المنتجات وتنويع الاقتصاد، فممكن للمؤسسات الناشئة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة أن تدخل وتعمل مع هذا الصندوق ليكون حافز يعني في الاقتصاد الوطني خارج طبعا المحروقات. هدف هذه الاتفاقية هو تنويع سبل التمويل بالنسبة للشركات الناشئة. كما تعلمون كان اليوم صندوق للشركات الناشئة اللي هو ISF ليمول الشركات الناشئة ويمول حتى سقف 20 مليون دينار جزائري. أما هذا الصندوق الحديث النشأة اللي أنشئ منذ أشهر ISF سيمول شركات ناشئة، ربما شركات تجاوزت المرحلة تاع الشركة الناشئة واللي كبرت.